ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا بكم في فتاوى الناس. نكمل اليوم الحديث عن إحدى هذه الشبهات التي يقول بها بعض المتشددين، وهي من له حق تطبيق الشريعة. ومعنا اليوم الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية ورئيس أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك، برأيك من له حق تطبيق الشريعة؟ بقولنا أهلا بفضيلتكم. أهلا وسهلا. يعني نسمع أصوات يعني من ليس لهم أي حق في رفعها أنهم أصحاب تطبيق الشريعة. من له حق تطبيق الشريعة؟ ومن ينادي إذا ما حدث نوع من التقصير؟ ولابد أيضا أن نعرف الواقع الحقيقي، الواقع الذي تكون الشريعة هي الروح التي يستمد أو نستمد منها هذه القوانين التي نعيش بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذا الكلام ممكن يطرح قبل وضع الدستور، أو لا يوجد دستور فنقول من ينادي صحيح بتطبيق الشريعة، لأن الدستور هو الذي يوضح كل هذه الأمور، وينبني على الدستور القوانين المنظمة لإجراءات هذا الدستور أو تطبيق هذا الدستور. فإحنا لما نيجي نتكلم ونقول من له حق تطبيق الشريعة، الكلام كده كلام عام، عاوزين نقول من له حق تطبيق القوانين. صحيح. أيوة، حق تطبيق القوانين هو للجهات التنفيذية. يبقى حق تشريع القوانين هو للجهات التشريعية، حق القضاء بالقوانين وإنزال هذا القانون الذي شرع في مجلس النواب أو جهة تشريعية على الواقع هو للقضاء، حق تنفيذ هذا الحكم الذي حكم به القضاء طبقا للقانون الذي شرع في مجلس النواب هو للجهات التنفيذية أو للسلطة التنفيذية. العملية في العصر الحديث مترتبة. أيوة، لأن ممكن الذين يشوشون في هذا الأمر ليس في ذهنهم هذه السلطات الثلاث، ولكن في ذهنهم أن زمان ممكن تبقى مثلا المسألة في يد واحد، كان بتبقى الدولة الشاملة، الدولة غير الحديثة، بلاش الشاملة، خلاها الدولة الحديثة، يعني غير الحديثة، لأن كان بيبقى ممكن الحاكم هو صاحب القانون، يعني هو الذي يشرع وهو الذي يقضي وهو الذي ينفذ أو يأمر للناس بتنفيذ هذا. هذه السلطة لا نريد أن نقول تفتتت، ولكن نظمت بحيث إن الحاكم موجود ولكن تحته هذه السلطات الثلاث، وهو راع لهذه السلطات الثلاث ليراعي تطبيقها والقيام بأعمالها، والفصل بين السلطات ده مهم جدا، بحيث أن تضغى سلطة على سلطة. الجماعات بقى المتطرفة تريد يا إما أن تضغى سلطة على سلطة، يا إما أن هي تدخل السلطات في بعضها البعض، مش في فصل بين السلطات. ودي الدولة الحديثة فعلت هذا الأمر وهو محمود، وهو كان موجود في الشريعة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي، ولكن ليس بهذه الطريقة الحديثة أو الإجراءات الحديثة. عشان كده بنقول طيب من له حق تطبيق هذا أو تطبيق الشريعة الإسلامية؟ أقول تصحيح، تطبيق القوانين إنما هو تنفيذها للسلطة التنفيذية، وإيقاعها بالحكم للسلطة القضائية، وإنشاؤها لتطابق ما استقر عليه في الدستور هو إنما يعني من سلطة السلطة التشريعية. عشان كده بنقول الكلام ده، نيجي نتكلم عن تطبيق الشريعة بالذات. تطبيق الشريعة، هل إن من الذي يطبقه وهل هي مطبقة وماذا نفعل؟ هذا محكوم أيضا بالدستور. ليه؟ الدستور بيقول في نص المادة الثانية إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لو جه أي حد فجه لقى إن حكم مخالف لتطبيق لهذه المادة بيعمل إيه؟ بيرفع حضرتك الحكم الذي، وده ما فيش، ما ظنش إن فيه إلا في بعض المسائل النادرة الجديدة، ومن ثم سواء في القضاء العادي أو في القضاء الإداري يرفعه المحامي قضية عند المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الدستورية تقول بقى هذا الحكم لا يدخل تحت المادة الثانية من الدستور ولا لا يدخل، ده للمحكمة الدستورية العليا. يعني وهنا
حضرتك بتقول نغير عشان يوافق المبادئ او مبادئ الشريعه الاسلاميه، ده ليس لاي احد وانما للمحكمه الدستوريه العليا المعنيه بالدستور وبكيفيه وباللائحه التنفيذيه للدستور وكيفيه انزال هذا الدستور على القوانين التي يعني يتقاضى او يتقاضى الناس اليها سواء في القضاء العادي او في القضاء الاداري. يبقى العمليه منظمه وبنقول، ولما جم عملوا نفس الحكايه الدستور قبل دستور 2014 وجه الدستور قبل كده مش عارف 2012 ولا 13 واتعمل نفس النصوص تقريبا، بل بالعكس في الدستور 2014 جاء منضبطا، مش يعني مش داخله النرفزه، مش داخله الفوبيا، مش داخله الديكتاتوريه، مش داخله النظره الى فئه واحده وليس لكل المجتمع، كل الحاجات دي 2014 الدستور النظر اللي هو اخر دستور يعني نظر اليه نظره كليه، وفي نفس الوقت اي حكم لا يجده احد مطابق للشريعه الاسلاميه بنقول له يلا على المحكمه الدستوريه العليا وهات هذا الحكم. والمحكمه الدستوريه العليا هي دي القنوات الرسميه الاساسيه التي لا ينبغي ان نتجاوزها بل يجب الا نتجاوزها. اذا دعاوى هذه الجماعات المتطرفه بانهم لهم الحق في تطبيق الشريعه وان الشريعه غير مطبقه هي دعاوى باطله تماما في الدكتور من الاساس. ايوه، سواء دعوى انها غير مطبقه، سواء دعوى حضرتك انها من يطبقها، سواء دعوى حضرتك كيف نجعل بعض الاحكام القضائيه التي يظن البعض انها غير مطابقه للشريعه كيف نغيرها او كيف لمن نرجع حتى يغير تلك الاحكام، كل هذا مراعى في الدستور وفي القوانين التي تندرج تحت هذا الدستور. يعني ليس لهم حجة في هذا، وإنما حجتهم هي الزوبعة، حجتهم هي إن يعني يريدون أن يختلقوا مشكلة هي ليست بمشكلة أصلا، وده أصل الفكر المتطرف هكذا، إذا لم يجد مشكلة يبتدع مشكلة، ينشئ مشكلة، يفتعل مشكلة. ليه؟ حتى يشغل الذهن. وبعدين إيه بقى؟ سأفتعل مشكلة، واخد بال حضرتك، مصبوغة بصبغة الدين فتاخد عاطفة الناس ناحيتك. لا، هنا ده الأمر واضح، الدستور لا يعرف العاطفة. أيوة، إنما يعرف العدالة والقانون كذلك، ولكن هو عادل أو فيه العدالة حتى يتساوى الناس جميعا تحته. عندنا على التليفون الأستاذ مختار. أستاذ مختار أهلا بيك. ألو الو يا استاذ محمد. ايوه اتفضل يا فندم، سؤال حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيادتك بس كان في سؤال كنت عايز اسال، بالنسبه للمراه المطلقه هل يجوز لها تتزوج من اخو ابو جوزها يعني اخو حماها ولا لا يجوز؟ عفوا، المراه المطلقه تتزوج من مين؟ اخو زوجها اللي هو اخو حماها يعني. اخو حماها؟ اخو حماها. أخو حماها، تمام. هل في أي أخو أبو زوجها يعني أخو أبو زوجها اللي طيب تمام، بشكرك أستاذ مختار. معايا أم محمد. طيب أستاذة أسماء، أهل أم أسماء. أم أسماء أهلا بيكي. أهلا بيك، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا يا أم أسماء. أنا عندي سؤالين. إيه السؤال الأول؟ السؤال الأول، أنا بنتي في الإعدادية حط لها 100,000 في البنك. 100,000 في البنك، أيوة فندم. وبعدين باخد الريع بتاعهم بصرف عليها. أيوة، ومن عائدها أطلع عليه زكاة؟ عليها. حاضر، كيف أخرج الزكاة؟ بشكر. في اي سؤال التاني يا ام اسماء؟ ايه ام اسماء؟ الو. طيب حتى تعود ام اسماء لان ليها سؤال تاني، قالت ليها سؤالين. استاذ اسراء اهلا بيكي. اهلا بك استاذ حسن. يا اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. معايا سؤال، بسلم على الشيخ مجدي. طبعا فضلته مع حضرتك. معايا سؤالين حضرتك. ايه السؤال الاول فيهم؟ السؤال الاول، رمضان اللي فات انا كنت حامل وكان يعني الدكتور قال لي ما تصوميش ففطرت، وانا دلوقتي برضع ومعايا طفله صغيره ومش قادره اصوم، فواجب عليا اعمل ايه؟
والسؤال الثاني عشان بتسألي على رمضان اللي جاي وما قضيتيش رمضان اللي فات لحد دلوقتي صح؟ لحد طيب. دلوقتي طيب ماذا افعل؟ حاضر حتى الان. السؤال الثاني بقى، كان في مشكله بين امي وخالي عن الميراث وكده، وحصلت مشكله كبيره وخالي يعني ضرب امي كده وشتمها، لحد هي قطع صله الرحم بينه وبين خالي، يعني ده حرام يعني ولا؟ حاضر. مين اللي قطع فيهم؟ مين اللي ما بيسالش على حد فيهم؟ هما الاثنين ما بيتكلموش بعض. حاضر. وصله الرحم، بشكرك شكرا جزيلا. معايا الاستاذ نصر. يا استاذ نصر اهلا بيك. الو. طيب برجع فضلت الدكتور لنقطة مهمة جدا جدا، يعني عشان نوضح المفهوم أكتر، لأن هما متخيلين بخيالهم المريض أن القوانين بعيدة في بعد شاسع بينها وبين الشريعة الإسلامية والمبادئ العامة وروح الشريعة الإسلامية، فعشان يعني نؤكد على صحة الواقع ومرض خيالهم ودعائهم. إحنا منحبش الكلام فقط، تمام، نحب يجيبوا مستندات. أيوة. ايه بقى اللي بعيد عن الشريعه الاسلاميه؟ يوضحوا لنا. والكلام ده ليس جديدا، هو قديم يعني، واتكلم فيه الشيخ محمد ابو زهره والعلماء الكبار الفطاحل، وقالوا طب هاتوا لنا القوانين التي تخالف الشريعه الاسلاميه ايه هي؟ ومع ذلك يعني حصل تطوير ايضا لهذه القوانين بما يجعلها مطابقه اكثر للشريعه الاسلاميه. ولكن هم من وجهه نظرهم هم فقط ان لا يريدون المساله القضائية أو الفصل بين السلطات الثلاثة الجديدة دي، مش عاوزين الدولة المدنية بهذه الطريقة. الدولة المدنية الحديثة. الدولة المدنية الحديثة اللي هي بتتكلم عن فصل بين السلطات، وألا تضغى سلطة على سلطة وكل سلطة تقوم بمهامها. هم لا يريدون هذا. هم الجماعات المتشددة تريد أن تكون حاكما بيده كل السلطات، هي التي تشرع، هي التي تقضي، هي التي تنفذ في كل الأحوال كده. ويعني التجارب الجديده اللي كانت قريبه دي كده في بعد 2011 وغيرها، نجد هذا، ان نجد ان في ضغط شديد على هذه المؤسسات. ليه؟ كان عاوز يعملوا عمليه ذوبان في بعضها بعد ما حصل فصل، عاوزين يعملوا ذوبان. كل حاجه عاوزين يعملوا ليها ذوبان لتكون كينونه واحده، حتى تكون في يد انسان واحد او جماعه واحده. هي دي المشكله. طب لما نيجي بقى نسال فين القوانين المخالفة دي؟ احنا اتكلمنا في المرة الفائتة ان في حاجة اسمها الحدود وحاجة اسمها التعزير. أيوة. وان ما لم تتحمله الحدود او لا نستطيع ان نطبقها نظرا لفقد بعض الشروط، باب التعزير اوسع فيخش في التعزير. المهم لا يترك متهم او جان، بلاش متهم، جان بغير عقوبة. صحيح. سواء من باب الحدود او من باب التعزير، فكلها قد تحقق فيها المراد، وهو أن يأخذ كل إنسان عقوبته التي ارتكب الجرم أو العقوبة المساوية في نظر المشرع والمنبثق عن الشريعة الإسلامية عن العقوبة عن الجريمة التي ارتكبها. اسمح لي في الدكتور مجدي أطلع فاصل قصير ثم نعود لنستقبل التساؤلات السادة المشاهدين ونجيب على كل ما لدينا من تساؤلات. ابقوا معنا. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. من أنت؟ صبرك عندما لا تملك شيئا، وأفعالك عندما تملك كل شيء. قناة الناس، ما ينفع الناس. لو كتبنا الكتاب من غير علم الأب، مثلا خالها كتب لها، عمها، حد تاني، في وجود الأب وهو غير فاقد الأهلية، هل ينفع ان احنا نكتب الكتاب والأب ما يعرفش وده يبقى الجواز صحيح، ولا الجواز كده بيبقى فيه شبهة وباطل؟ هل مهنة المحاماة دي حرام؟ يعني عشان اوقات بيدافعوا عن حد وهم متأكدين ان هو فعلا عامل الجريمة دي. عدم اخذ النية في الوضوء يبطل الوضوء ام لا؟
اهلا بحضراتكم. اسمح لي فضل الدكتور مجدي، يعني جميلا نجيب على اسئله الساده اللي بنقابلهم في سياق هذه التقارير المهمه جدا. احنا دلوقتي بنجيب على كل التساؤلات، سواء في الشارع سواء في البيت سواء في اي مكان، من خلال كل الوسائط المتاحه والوسائل. حكم الزواج بدون اذن الولي، اللي هو بدون اذن الاب، خالها او عمها جوزها وهو فاقد الاهليه. لا، هو غير فاقد الاهليه. غير فاقد الاهليه، يعني الاب سوي. احنا لا، يعني لا نشجع هذا. ونقول ينبغي الا يحدث هذا، لان من العلماء من اوجب في عقد الزواج تحقق الولي او وجود الولي، والولي اولى واحد بالنسبه للبنت هو الاب، طالما ان هو موجود وطالما ان هو كامل الاهليه او ذو اهليه كما قال في السؤال. لذلك بنقول لا يعني نبعد عن الاب ونذهب الى احد اخر الا لموجب. الموجب ده ايه؟ ان الاب دايما، في ابهات بتعمل ايه؟ بتعسر امر الزواج لبناتها لاغراض متعدده، نفسيا مش عاوز بنته تمشي من جنبيه، شيء من هذا. ده بنقول في هذه الحاله وننبه الاب كتير ونسوق عليه اخواته ونقول له كده مش هينفع، ما ممكن عمها، شوف عمها بقى، وده اولى من خالها. ليه؟ عشان الاب يتوافق مع اخوه ونروح، بس ده في حالات مخصوصه. انما نخرج عن الاب وروح الولد يتجوز البنت والاب بعيد، يبقى احنا بنقول كده في الحاله الطبيعيه لا ينبغي ان نفعل هذا. طيب معايا اتصال تليفوني بس من الاستاذه اسماء. استاذه اسماء اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. واهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. كنت بسال على حكم الشرع في شهاده اسمها شهاده امان، اللي هي دلوقتي كل مصر بتتكلم عنها، علشان كنا نسمع انه التأمين حرام، فهي يعني من ناحيه الشرع الحكم فيها ايه؟ شكرا شكرا. الاستاذه سلوى. السلام عليكم استاذ حسن. يا اهلا استاذه سلوى، اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور مجدي، عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم، الحمد لله. اتفضلي يا فندم. ازيك يا دكتور مجدي، عامل ايه؟ اهلا وسهلا، الحمد لله، ربنا يبارك فيك. الصحه والعافيه يا رب. ربنا يبارك فيك ويحفظك. والله يا دكتور مجدي عندي في سؤالين بس بعد اذنك. السؤال الاول، اول لما زوجي اتوفى من سنه وشهر كده، يوم ما اتوفى 10 ايام كانت بتيجي حمام بيتها عندي في قلب الشباك، كنت بحط لها رز وبحط لها ميه وكده. فبعد يعني بعد 10 ايام راحت الحمامه دي، ففوجئت بعد سنه وشهر احنا حاطين له العربيه في قلب جراج، فابني راح عشان راح يطمئن العربيه، لقى حمامه بيضة عند العربيه يعني دون العربيات كلها. فابني سمع صوت، فبقول لجراج ايه ده؟ لصاحب جراج، انت مربي حمام هنا؟ قال له لا والله، قال له لقيت الحمامه دي، قال له حلال عليك. فهي الحمامه بيضة، فانا عايزه في راي حضرتك ايه؟ ده حلو ولا وحش بالنسبه لزوجي؟ حاضر. السؤال الثاني ايه؟ كل خير يا دكتور مجدي، وربنا يديك الصحه والعافيه استاذ حسن. شكرا. السؤال الثاني. طب حاضر، شكرا. معايا الاستاذ مجدي. الو يا استاذ سهير، اهلا بيكي. اهلا، السلام عليكم. ازيك يا استاذ حسن؟ يا اهلا استاذ سهير، اتفضلي. اهلا، سلامي لحضرتك ولفضيله الدكتور مجدي عاشور، رمز الاعتدال والسماحه. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا كنت عملت مداخله قبل كده مع حضرتك يا استاذ حسن ومع فضيله الشيخ احمد ممدوح، وكنت ببكي علشان انا بقالي سنه انا وزوجي ما شفتش احفادي، وكنت بسالك عن قانون الاسره، وطبعا بلبقتك المعتاده وفضيله الدكتور احمد ممدوح قال حسن العلاقه بين الطرفين بعد ما بيتطلقوا وكده. انا مش عايزه اكرر كلامي، واخد بال حضرتك المواضيع لما بتوصل للمحاكم ما بيبقاش في حسن علاقات يا دكتور، وخصوصا لما بتكون الزوجة متعنتة تعنت رهيب. وبعدين انا النهارده عايزه اسال فضيله الدكتور مجدي، واخد بال حضرتك، سؤال مباشر، ارجو ان هو يتسع صدره وان هو يرد عليا رد مباشر. اتفضلي يا فندم. اليوم هل قانون الاسره اليوم، هل هو وخصوصا قانون الرؤيه، هل هو تطبيق الشريعه الاسلاميه؟ انا بعتبر قانون الرؤيه ده قانون قطيعة الارحام. هو حضرته بيتكلم النهارده على قانون تطبيق الشريعه الاسلاميه.
احنا كلنا مسلمين، بس انا عايزه اسال مين المسؤول عن هذا القانون اللي انا بسميه قانون قطيعه الارحام؟ احنا اجداد جوازنا ال 65 محرومين من اننا نشوف احفادنا لتعنت الزوجه. ابني بيدفع المصاريف والالافات زي ما قلت قبل كده وهو ما بيشوفش اولاده. علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر بعد كده في 15 سنه يقعد يقول لهم تقعد مع ماما ولا تقعد مع بابا؟ هل ده قانون تطبيق الشريعه؟ هنسال هنسال فضيله الدكتور مجدي، يعني وبعد طلاق هذه الزوجه من ابنكم يعني بيدفع كل التكاليف وبرضه بيرعى اولاده لحد دلوقتي. طيب ام عبد الله اهلا بيكي. ام عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا فضيله الدكتور مع حضرتك. الله يخليك، الله يبارك فيك يا رب. ممكن حضرتك، انا بحب اقرا كل يوم ان شاء الله جزء، فلما يكون مثلا على العذر ينفع ان انا اقرا الجزء دون ولا حرام؟ امسك المصحف ولا حرام ولا ان ماذا افعل في الدوره؟ حاضر يا فندم. الاستاذ سعاد اهلا بيكي. طيب معايا ام محمد. يا ام محمد، عفوا، معايا ام احمد. ام احمد اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو السؤال بتاعي عن كان والدي متزوج ورمى على زوجته يمين طلاق وما رجعتش، كانت العده عدت بعد 6 شهور، راحت له المستشفى لما تعب ودخل المستشفى، وبعدين قال لها لو خرجت من هنا هردك، ومات من غير ما يردها. فهل الوقت هي لها في الورث في علم اللي انا اديت لها حقوقها، وهي قالت انا مسامحه بس بعد كده طلبت حقها؟ يعني هي راحت له المستشفى بعد بعد طلاقها رسمي. بس كانت العده هو طلاقها رسمي؟ لا مش رسمي، بوثيقه. لا فالوقت هل هي الوقت لها في المراس بعد ما خدت حقوقها وبعد كده وقالت انا مسامحه؟ وهل هي فيها كده يعني خلاص ولا ايه؟ مش عارفه. هي قالت انا مسامحه في الميراث بتاعي؟ قالت وبعد كده رجعت طلبت. طيب بشكرك. في اي استفسار فضلت الدكتور؟ لا خلاص. معايا اتصال تاني. الو. طيب حتى تعود الاتصالات. الاستاذه امة الله اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. استاذه امة. طيب معايا ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن اهلا بيكي. الله يسلمك. الحمد لله. اتفضلي. لو سمحت انا عندي بيت وببيعه، وبعدين انا ليا النص وزوجي النص. بيت مناصفه بيني وبين زوجي. هو جايب حوالي 800,000 يعني. ايوه. دلوقتي ولادي عايزين كل هم ياخدوا وما يدونيش انا منه حاجه. يعني هم يقسموه على نفسيهم. هو زوج حضرتك يعني على قيد الحياة؟ لا ده هو متوفي، انتقل يعني. ايوه. انا المفروض ليا نص البيت والثمن فيه او الثلث والاولاد تقريبا. عايزين ياخدوه كله. حاضر بشكرك. ام احمد اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا ام احمد. مبروك على الديكور الجديد. الله يبارك فيك. اهلا ام احمد، اتفضلي يا فندم. وكل سنه وانتم طيبين. وانت بالف صحه وسلامه، اتفضلي. بص حضرتك، انا بصلي نوافل وبصوم نوافل، بس عايز اعرف يعني ربنا راضي عني ولا لا؟ ده سؤال. وتاني سؤال، انا ممكن اسال كمان سؤال؟ اتفضلي يا فندم، كل الاسئله عند حضرتك اهلا بيها. الست اللي بتيجي تساعدنا في شغل البيت، انا عامله لها تامين على الحياه، تامين خاص. تامين خاطر طبعا عارف حضرتك هو راس مالها صحتها. ايوه. وهي بتصرف على 3 في المدارس. فهل ده حرام ولا حلال؟ وشكرا لحضرتك. حرام ام حلال؟ حاضر يا فندم. يا ام اسماء اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ حسن، اتفضلي. انا اخويا توفى. بص يا استاذ حسن. اي اتفضلي فندم. احنا مرات اخويا مطلقينها من 25 سنه. ايوه. وخدت كل حقوقها. طليقه اخي. فهو كان باع الذهب وهي معاه، فباع يعني ايه، كتب لها ورقه. ايوه. وبعدين دلوقتي هو توفى يوم الوقفه. هل ليها يعني، هل نديها حاجه من الوصل اللي هو كاتبه لها ده؟ ورقه. ورقه هي تفيد؟ مشاغبه اساسا. يعني هذه الورقه تفيد ايه؟ ما فيش، ما اعرفش، ما قلنالوش. كاتب لها جرامات
ولا كاتب لها فلوس ومعها ورقة بذهب. هو ماضي عليها ايه؟ هو ماضي على الورقة دي؟ لا، هي لو كان ماضي كانت اشتكت وخدت حقها. لا حاضر، ورقة بدون امضاء. حاضر. استاذة زهرة اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ حسن. يا اهلا استاذة زهرة، اتفضلي. حضرتك دكتور. اهلا وسهلا. انا زهرة. اهلا بحضرتك. لو سمحت والله سؤالي، زكاة المال كانت بتيجي في شهر، يعني كنت حافظ الشهر العربي بتاعها. في الايام دارت وكده نسيت الشهر العربي. نعم. طلع زكاتها يعني. فالوقتي بطلع زكاة المال في رمضان، ينفع؟ زكاة المال، أنت كنت حضرتك بتطلعيها إزاي، على الشهور الأفرنجية ولا الشهور العربية؟ كنت الأول بطلعها الشهر العربي، نسيت الشهر العربي. نسيت الشهر العربي. اه. اللي بتطلعي فيه. فبطلع، فوقت بطلع زكاة المال في شهر رمضان، تنفع؟ بطلعها في رمضان، حاضر في رمضان. بشكرك شكرا جزيلا. يا أستاذة أما أهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا استاذ حسن؟ اهلا بيك، اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، معلش يعني عايزة تطولوا بالكوا عليا شوية بعد اذنك. اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بحضرتك، انا قلت حضرتك زوجي ليه اتنين اخوات رجالة، وبعدين والدتهم الله يرحمها ويسامحها هم ايه سابت لهم شقة يعني، وبعدين قالت بما انه الكبار الاثنين الكبار اتجوزوا يعني وعاشوا ولهم بيوتهم وكده، قالت الشقه بتوصي ان الشقه لاخوهم الاصغر الثالث يعني. فدي كانت وصيتها وهي على كده الحياه. بعد ما توفاها الله ابنها الكبير قال لا، المفروض هي كده ما عملتش بشرع ربنا، المفروض كانت قسمت الشقه علينا احنا الثلاثه. عمل ايه زوجك بقى؟ جوزي بقى الله يرحمه ويسامحه عمل ايه؟ قال له طيب انا دلوقتي هعمل بالوصيه وهديك، انا هديك حقك، جابوا حد يعني يشوف الشقه دي يعني يتمنها. ايوه. فجابوا واحد حضرتك يا دكتور تمن الشقه وادوله ايه؟ جوزي اداله حقه بما يرضي الله وقال له سيب اخوك دون الغلبان يعيش في الشقه زي ما ايه؟ جميل. زي ما والدتك قالت. جميل. وانا وجوزي اقسم بالله قال والله انا لو ايديا طايله اجوزه لكنت جوزته. نعم. بس جوزي على قد حاله. تمام. الله يرحمه ويحسن اليه. تعيش يا رب يخليك يا دكتور. فانا بسال حضرتك يعني احنا موقفنا مع ربنا سبحانه وتعالى ايه، مع ان جوزي اداله حقه وهو بيكرهنا كره يا دكتور ما اقولكش، وبيكره جوزي او مش عارفه ليه. وكان بيدي عليه حضرتك يا دكتور ورب القدره والعظمه لدرجه ان عياله كانوا بيوصلوا لنا الدعاء اللي بيديه على جوزي. تمام يا حاج أمل. بس تمام. يا دكتور عايزك بقى يعني حضرتك تريحني في الكلام. حاضر حاضر، بشكرك يا حاج أمل. يعني إذا ما لم يكن هناك اتصال آخر نعود إلى الإجابة على التساؤلات. طبعا عندنا سؤالين لسه متبقين من أسئلة الشارع. حكم مهنة المحاماة والاشتغال بها؟ يعني مهنة المحاماة من المهن الشريفة العفيفة، وطبعا يعني طبعا نقول يجوز الاشتغال مهنة المحاماة. بتقول لا نريد دايما ان احنا نعمم، لان ممكن يكون في اي مهنة فيها بعض التطبيقات غير الصحيحة، فما نحكمش على بعض التطبيقات غير الصحيحة ونعمم على المهنة كلها. لا، ده كل مهنة غالبة بيبقى شرفاء وناس كويسين وبتاع، فمش عاوزين نعمم. ومهنة المحاماة يعرفها من يكون مظلوما ويلاقي المحامي بيجيب له حقه من خلال القانون فبينبسط لانه مش عارف يعبر. شغلة المحامي ايه؟ بيعبر عما لم تستطع التعبير عنه لدراسته للقانون وعدم دراستك له، بس كده. فاحنا من هذه الناحية خلاص بيساعد القاضي، ادي المحامي بيعمل كده، فدي نوع مساعدة في يعني تحقيق العدالة وإظهار الحق. يعني اي عنصر سيء في اي مهنة شريفة الناس من خلالها بتقتات المعيشة بتاعتها ما يبقاش حجة على هذه المهنة طبعا أبداً. لا شك، عشان ما نوقعش التعميم الذي يؤدي بنا الى الخطأ دائما. لا، ده المهنة لفرض كفاية يعني، يعني لازم يقوم ببعض الناس والحمد لله قائمين بها. طيب حكم ترك نية الوضوء؟ عند الجمهور العلماء ان النية، أو المختار في الفتوى أن النية ركن من أركان الوضوء.
إذا تركناه الوضوء غير منعقد، لأن ما دخلناش الوضوء أصلا. زي الصلاة ينفع تسيب تصلي من غير نية، بس المسألة في النية، ولازم باللسان. يعني رايح أتوضأ عشان أصلي الظهر، فانا رايح اتوضى داخل بقى الحمام، سيرك هذا، سيرك هذا هو نية بالقلب، مش لازم النطق باللسان. في فارق بين النية ان هي الركن، وبين التلفظ بالنية اللي هو مستحب، تلفظنا به خير وبركة، ما تلفظناش به النية متحققة. انما مفيش حد بيعمل من غير نية غالبا. يعني اول ما ابدا في الاجراءات فانا نويت، يعني هذه الاجراءات طبعا. طبعا. اسمح لي نرجع بقى لاسئله الساده اللي اتصلوا بينا. هل المرأة المطلقة ممكن تتجوز أخو حماها؟ اللي هو عمه الزوج. عمه الزوج. عمه الزوج بالنسبة للزوجة ليس بمحرم. المحرم اللي ما ينفعش يتجوزها اللي هو أبو الزوج. أو جد الزوج. أيوة. أو أبو جده. أو ابن الزوج. أو إن سفل. يعني الأصل وإن على، والفرع وإن سفل. ابنه لابن ابنه وحاجة وهكذا. كل دول لا يجوز يتزوجونها، انما العم او الخال يجوز ان يتجوز. طيب ام اسماء بتقول بنتي حط لها 100,000 جنيه في البنك والعائد بصرف عليها منه، هل اطلع منه زكاه؟ احنا هنا بنقول العائد بنصرف منه، ما عندناش فلوس تانية. طب عندنا فلوس تانية واحنا مش محتاجين هذا العائد، يبقى هنا هنطلع زكاه 2.5% بعد مرور الحول او السنه القمريه. طيب عندنا فلوس وما بتقضيش، وبناخد من العائد ده وبنصرف منه حقيقة في الوقت ده، بنقول ان احنا بنطلع 10% من العائد فقط. كل ما ناخد العائد نطلع 10%، بس بالشرط اللي انا اقوله اللي انا قلته، اللي هو ان هي مع فلوسها ما تكفاش حتى اللي معها، لازم تصرف العائد في حاجاتها اليومية. في الوقت ده تطلع 10% من العائد فقط كلما اخذت العائد. نروح لي في رمضان اللي فات كان الدكتور قال لي ما تصوميش لاني كنت صائمة، وبعد كده داخل عليها رمضان اللي جاي وما قضيتش وبرضع، اعمل ايه؟ ولا حاجة، نقول يا ربنا يديك الصحة والعافية، وان شاء الله يعني يكون المولود كويس وترضع، وهيجي رمضان اللي جاي فمش هتقدر. خلاص في رخصة من الشرع، لان الحق المرضع بالمريض ان هي مش قادرة لان في مشقة. نعمل ايه؟ احنا نقول بعد ما تخلص الرضاعة خالص، كل ما فاتها من رمضانات اللي فاتت دي ما صامتهاش، تصومها بعد ذلك. وعاوز أسس قاعدة للناس عشان خاطر بيفتكروا بطريق غير صحيح ان ينفع اطلع الفلوس وما صومش. لا، اي حد يستطيع ان يصوم لا تغني الفدية او النقود عنه ابدا طالما ان يستطيع ان يصوم. فاحنا بنقول لها بعد ما تخلصي كده فترة الرضاعة تقضي ما عليك من ايام ان شاء الله. الأستاذة إسراء بقى، والمشهد اللي حضرتك أتعلق عليه، أنا عارف بشكل الأم والخال لما الخال ضرب الأم عشان الميراث وفصمت العلاقة وما بقاش في صلة رحم، إسراء متأذية جدا من الموضوع ده. طبعا أنا مع إسراء إن هي متأذية، بس بقول لإسراء يعني رطبي قلب أمك، يعني واحدة واحدة خديها وطيبي خطيرها أنت، وكلمي خالك بطريقة كويسة. طبعا هو عنيف أن يفعل هذا لأن ما عندناش ضرب وشيء من هذه القسوة البالغة. فأنا بقول أنت اشتغلي حمامة سلام بينهم أنت الاثنين. ليه؟ لأن هو أخوها وهي أخته، وأنت لو دخلت عملت كده يبقى بتصلحي بين الناس، والذي يصلح بين الناس ربنا سبحانه وتعالى يصلح قلبه ويصلح ما بينه وبين الناس. فأنا بقول لحضرتك يلا. طبعا هي ما بتكلموش والدتك، عندها حق. ليه؟ لأنه ضربها وأذاها وما فيش ضرب، بس نسيب الأيام تمشي شوية وأنت تحاولي ترجع المية لمجاريها، وان شاء الله يهدي قلب خالك ويجي يعتذر لها ويبوس دماغها. طبعًا ان شاء الله. طبعا فضل الدكتور، شهاده امان هي السائله الكريمه الاستاذه اسماء بتسال على نقطه مهمه جدا في الاول، هل التامين حلال ولا حرام؟ هي سالت السؤال وبنيته على فتوى. ايوه، فتوى غير صحيح. صحيح. وهي بتقول ان التامين حرام. التامين ليس بحرام. ايوه، التامين زي ما هيجي السؤال كده ان الست الطيبه بتأمن على الست اللي بتيجي تساعدها في البيت عشان خاطر، وده تأمينه عندها 3 أولاد بتصرف عليهم، شوف جزاها الله خير بتعمل ايه، وبتقول رأس مالها صحتها، صحتها رأس مالها. ده نقول عليه حرام؟ ده نوع من التكافل الاجتماعي. نوع التكافل الاجتماعي ده ليس بحرام، وإنما ندعو إليه، لأن في نوع من الادخار ونوع من التكافل الاجتماعي الذي ندعو إليه ويظهر عند الحاجة. مش أحسن ما اللي زيه وزيها وزيها يجي بعد كده ما يلاقيش فلوس ويشحت؟
او يسال على الابواب او يقف عند اشارات المرور. فبقول لحضرتك اولا ما نقولش التامين حرام، التامين جائز لانه نوع من انواع التكافل والادخار. تاني حاجه شهاده او وثيقه امان المصريين اللي خرجت الجمال واحنا باركناها قبل كده بنقول ان هي جائزه لانها من هذه الانواع، انها تكافل، انها ادخار، انها تساعد الانسان عند الحاجه، وهذه يعني سنه طيبه ان يفعل هذا الامر. فشهاده امان دي انا بقول ان هي سنه حسنه وجزى الله من فكر فيها وفعلها. طيب نروح للاستاذه سلوى وهي الحمامة البيضة وارتباطها بوفاة زوجها، وهي يعني مستبشرة بوجود الحمامة دي. طبعا احنا يعني مش عاوزين نربط الامور بكده، انا شايف حضرتك مستبشرة، عاوز اصحح البشرة شوية. ايه هي؟ بنأكل الحمامة هنا والحمامة غيرها وغير الحمام، واحنا بنأكل الحاجات دي بفلوسنا نقول دي صدقة على روح الزوج، هي دي البشرة الحقيقية للطير يا مولانا. للطير طبعا، وفي كل كبد صدقة. في كل حاجة ليها كبد كده، وهتاكل حاجة عاوزة تاكل بتأكلها صدقة. فدي صدقة، نعمل ايه؟ نوجه الصدقة دي ونقول يا رب بنعملها كده لروح المتوفى فلان، وهو دي احسن بشرة. حمامة تيجي بقى او مش حمامة تيجي، واذا اخذت هذا الامر ان هو قلبك بينشرح ان هي حمامة بيضة وجاته بتاع، ده شيء جميل، لان الطيور كلها شيء جميل. الحاجة سهير بتقول سنة ما شفناش أحفادنا وبتشكو مر الشكوى، نعمل إيه؟ وابن بيصرف يعني ما مش مقصر. هو عاوز بس أقول للحاجة سهير ربنا يا رب يؤلف القلوب ويجعلك تشوفي أحفادك وكله. أنا عاوز أفرق دايما بين القانون وتطبيق القانون. قانون الرؤية بيسمح للزوج إن يشوف، أو لغير الحاضن، بلاش للزوج لان ممكن يكون الست هي اللي مش حاضنه، لغير الحاضن ان يرى المحضون الطفل بتاعه يعني او الطفله 3 ساعات في الاسبوع. التعنت بقى اللي بيجي من الست او من الرجل هو ده التطبيق الخطا. ليه؟ القانون مديك فرصه لكده، ان يجي الراجل يشوف ابنه ويقعد معاه، مشاكلك ايه مش مشاكلك ايه، نطلب بقى المده الطوله عن 3 ساعات او بتاع. انما انا بقول القانون نفسه مش بالطريقة التي يصورها الآخرون، وإنما تطبيق القانون عند المرأة أو عند الرجل هو التطبيق أو الممارسة خاطئة. فبنقول لهم اتقوا الله عز وجل، والست لازم تسيب الولد أبوه يربيه، طب يصرف عليه، وعشان ياخد من صفات الرجولة، أو لو بنت حتى تاخد إن في أب. يعني أنا لا أريد من المطلق أو المطلقة أن تنتقم من مطلقها في ابنها أو ابنه أبدا، ولا أريد من المطلق أن ينتقم من مطلقته في ابنهما أو ابنتهما، ده خطأ قطعا. كون بقى إن مجلس النواب الآن في حالة من إن ممكن ينظروا في قانون رؤية مرة أخرى، إن يشوفوا هذا قانون الحضانة، ده شيء آخر، وبيمشوا والدولة بتشجع على هذا. بس عقبال ما يحصل كده نعمل إيه؟ أيها الآباء والأمهات لو سمحتم طبقوا القانون بما يرضي الله عز وجل، وبما لا تقبلونه على أنفسكم إذا كان فيه ضرر. نعمل كده، يبقى الأب أو الزوجة أو المطلقة تتعنت مع الزوج المطلق وتقول مش هوريه له، أو هروح وامشي على طول ما استنهوش عشان خاطر أثبت إن هو ما جاش، يبقى خلاص هو السبب اللي ما جاش. لا، ده نقعد واستنى. ليه؟ عاوزين نهضم حق انفسنا شويه ونبص الحق المحضون او الولد او البنت. ومن قبل هذا لا تنقلب هذه العلاقه الى علاقه عدائيه، ويتوافر الطرفان على تربيه الابناء لهم اصح لذلك نفسيا ليهم. يعني دي ثقافه ينبغي ان تشيع في العلاقه الانسانيه، بتكلم بقى علاقه انسانيه دلوقتي. وممكن نعملها في حلقه من حلقات احوالنا، ازاي تنقلب الثقافه العدائيه بين المطلق ومطلقته الى ثقافه تكون ليس فيها حبا ولكن فيها عدالة، ويكون فيها بعض الميزات. ليه؟ مش من أجل عيون المطلق أو المطلقة، من أجل عيون الابن اللي بينهما. نضحي عشان وإلا لو متزوجين الاثنين هيضحوا من أجل أبنائهما، يبقى ليه ما بيضحوش هو برضو ابنه وبنت وابنها، ليه ما بيضحوش حتى بعد الطلاق؟ نعم. طيب أم عبد الله بتقول والله أقرأ جزءا يوميا ورد ليها، طيب لما بتجيني الدورة ماذا أفعل؟
أنا بقول هنا في مسألتين. المسألة الأولى إن لا يجوز للي عندها عذر البريود أو الدورة يعني إن لا تمس المصحف، وجماهير العلماء قالوا لا تقرأ القرآن بلسانها، الاثنين هم، وده بالنسبة للحائض أو بالنسبة للجنب والنفساء أيضا اللي عندها نفاس يعني. طب نعمل إيه؟ في أمرين. الأمر الأول هو إن ممكن نجري القرآن بنظرنا وبقلوبنا ولا ننطق به بألسنتنا. الحاجة التانية بقول للستات حاجة جميلة قوي، لو كان الراجل عنده ورد كل يوم ماشي من القرآن وبقرأه، انتوا ميزتوا الرجالة كده عن الستات، بقول لها لا ده ربنا عاوز ينوع لك ان انت بدل ما يبقى قرآن طول الشهر يبقى 20-23-25 يوم قرآن وخمس أيام أو سبعة أيام ذكر متنوع، والذكر تقولي فيه ما شئتي أو تدعي ربنا سبحانه وتعالى، والدعاء عبادة، يبقى ناخدها بالمنظور الإيجابي ده إنه تنوع أعطاه الله للمرأة ولم يعطيه للرجل، يعني أعطاه للمرأة إجبارا ولم يعطيه للرجل، فقد يقرأ القرآن وينسى الأذكار أو الدعاء أو شيء من هذا. أذكار إلى بالإضافة إلى الصلاة على سيدنا النبي طبعا في مطلق الأذكار ومنها الصلاة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دلوقتي السيدة اللي كانت اللي رمى عليها زوجها من الطلاق وبعدين جت بعد 6 شهور جت له في المرض في مرض الموت وقال لها ردك، وقالت أنا مش عايزة الميراث ورجعت طلبت بيه تاني، هل يحق لها الميراث؟ هنا بنقول لو ما فيش وثيقة رسمية بيبقى في اشكاليه شويه، الوثيقه الرسميه بتحسم الامر، 6 شهور عدت يبقى العده ما يبقى بانت منه تلك المراه ما فيش ميراث ليها. انما ما فيش وثيقه، هل لفظ الطلاق وقع ولا ما وقعش؟ هو طبعا في قرينه بيقول لها ردك، قرينه كانه طلقها، بس عشان ما نحسبش الامر بقول لحضرتك انت والورثه والسيده الطيبه دي تجولنا دار الافتاء المصريه في لجنه اسمها فض المنازعات، هنسمع من كلكم وهتتوافقوا وهتقوموا متوافقين ان شاء الله، يعني عشان خاطر نريح الراجل اللي في التربه كمان فيما تبقى من دقيقتين. طب كانت البيت مناصفه بينها وبين زوجها، دلوقتي زوجها توفي رحمه الله عليه، فالاولاد قالوا لا ناخد البيت كله ب 800,000 جنيه. لا الاولاد بيقولوا، هي بتقول الاولاد عاوزوا ياخدوا الفلوس، انا ما فهمتش، هل هياخدوا حق ابيهم؟ لا كله كله. لا طالما ان البيت مناصفة نقوله النص بتاع ابيهم فقط يتصرفون فيه ولامهم الثمن. أيوة منه، يبقى الام دي كمان لها الثمن 1/8 ال 400,000، لان من ال 400,000 اللي هو 50,000 جنيه. أيوة لو يعني 400,000 النص ليها 50,000 جنيه الثمن، يبقى ليها حقها اللي هو ال 400,000 بتاعها، وهي عايشه على قيد الحياه، هتتورثوا يعني ستتورثون والمورث على قيد الحياه، هذا لا يجوز شرعا اصلا، وخاصة أنها يعني هي تأبى هذا. نعم، فهي لها أيضا في حق أبيهم وهو الثمن. أم أحمد جاوبنا على سؤالها بتاع التأمين على السيدة اللي بتخدمها، وفي قالت إيه السؤال حضرتك؟ السؤال قال أنا عاملة تأمين، وثيقة تأمين على الحياة للسيدة اللي بتيجي تساعدني في المنزل، وحضرتك قلت في سياق التأمين إني تأمينها التأمين حلال. لا ده أنا بقول التأمين حلال وبأشكرها على هذا الفعل. جميل. ليه؟ لأنها بتساعد هذه السيدة التي تساعدها وتزيد من انتمائها إليها، وإن شاء الله يكتب لها عند الله عز وجل. بتقول بصلي النوافل صيام وأصوم، أصلي نوافل وأصوم نوافل، دي دلوقتي أعرف ربنا راضي عني إزاي؟ إن أنت بتصوم النوافل وبتصلي النوافل. ما هو لا يوفق إلى الطاعة صحيح. إلا الموفقون، فأنت تحمد ربنا. تعرفي بقى ان انت تحمدي ربنا ان وفقك للطاعه، تعرفي ان ربنا بيحبك ان شاء الله. طريقه اخوهم جت قالت لهم والله ده انا معايا ورقه بالذهب والورقه مش ممضي عليها، مجرد ورقه مكتوب فيها جرامات ذهب. لا ده نزاع كده، وبعدين هي ما فيهاش كده، ما فيش ورقه رسميه، يبقى ازاي؟ اذا والله هم بقى يقعدوا معاها ودي عاوزه مش عاوزه بقى قضاء ولا بتاع، لان دي الورقه طالما مش ممضيه ولا حاجه هتخش في مشكله كبيره تطول، انما يقعدوا مع بعض يحلوها ازاي، ودي تيجي بالاتفاق والوفاق، ويعني لينوا في ايدي اخوانكم في هذا الامر. دلوقتي نسيت الشهر اللي كانت بتطلع في الزكاه، فبتقول بطلع في رمضان. خلاص طالما اني نسيت، يعني ان النسيان لا يتعلق به احكام في الحال يعني، ولذلك بنقول لها يلا طلعي في رمضان ومفيش حاجه ان شاء الله. الاخ الاكبر بالرغم من ان اخوه ان اخاه الاوسط اعطاه حقه، عشان اخوه الصغير زي ما قال والدهم او والدتهم في كده بيدعي على اخوه ومخاصمهم، وبتقول هل احنا موقفنا سليم؟ ليه بيدعي ليهم؟ ليه؟ يعني هو واخد الفلوس وبيدعي؟ خد حقه في الشقه اللي ابوهم قال لهم او امهم قالت لهم الشقه دي خليها لاخوكم الصغير اللي ما اتجوزش. حلو. فاخوه الكبير جه قال لا ده انا عايز حقي. فراح الاخ الاوسط قال لا، راح لزوجها يعني زوجها الله يرحمه تامن، وراح اعطى له حقه.
لا ده شيء وفضل المشكله. اه خلاص ما طالما الاخ الاكبر بيدي عليه اخذ حقه بسعر اليوم، لو زي ما حضرتك قلت كده يبقى الاخ اللي هو عاوز الفلوس ده طماع. ليه؟ لان الشقه ممكن تغلى غليت بقى بعد ما خد الفلوس، لو كان خد الفلوس بس المهم يكون خدها بسعر اليوم، والامر لا يحتاج دعاء والفلوس هتنتهي وكل سائر الى ربه عز وجل. فلا نريد من الفلوس ان تغير النفوس، وانما نريد ان نكون ارباب قلوب لعلام الغيوب. هناخد سؤال من اسئله الفيسبوك سريعا. لو سمحت انا عامله شهاده في البنك وربح كل شهر، فطبعا لازم اطلع زكاه 10% من المبلغ، وانا بصرف من الربح على ابني وزوجته لانه بدون عمل، هل يجوز ام لا؟ يجوز ان تخرج ال بتصرف عليه من الزكاه ده. طيب اه وهل لو اعطي لاحد بتصرف على ابنها؟ بتصرف على ابنها او وزوجته؟ وزوجته ايوه. لا ما احنا قلنا ان الزكاه هي تطلع 10% لو كانت بتصرف من العائد على مقتضيات حياتها، اكل وشرب وتعليم اساسي، ده بنقول ماشي. انما تصرف على ابنها من الزكاه، احنا قلنا ان احنا الاصول لا يعطون الفروع من زكاه اموالهم الا في حاله واحده، اذا كانوا غارمين يعني عليهم دين، في الوقت ده نسد على الدين. فممكن لو لقيتي زوجة ابنك هي اللي فقيرة هندي زوجة ابننا، بس مش عاوزين نحتال كتير عشان حق الفقراء في الأموال. اه يعني طلع من دلوقتي كده حتى لو هي بتصرف عليهم، لا مش هتطلع 10%، هتطلع 2.5%. أنا بقول لو بتصرف أيوة على حياتها هي أيوة من العائد، نقول نطلع 10% من العائد. إنما لو ما بتصرفش على حياتها هي ومستكفية بحاجة تانية، يبقى تطلع 2.5% من مجموع مما تحت يديها. شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور مجدي عاشور مستشار العلم لفضيلة المفتي، ونلتقي دائما على هذا الخير. أحسن الله إليك. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.